أعلم أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، فنحن هذه السنة لم نبت بمنى أيام التشريق بسبب الزحام، ولم يكن لدينا خيام أو سكن بمنى، فهل علينا شيء؟ إذا كنتم تستطيعون المجيء بالليل هذا أقل شيء، تستطيعون المجيء بالليل تمشون تبيتون في أي مكان يتيسر، ولا تضيق منى إن شاء الله، يوجد فيها أمكنة يجلس فيها معظم الليل، فلا بد من هذا، لا بد أنكم تجون. أما إذا كان ما تستطيعون لمرض منعكم، فإنه يسقط عنكم المبيت بسبب المرض أو بسبب العذر الذي لا تتمكنون من الحضور. أما ما في عذر فيلزمكم الحضور والبقاء في منى معظم الليل، سواء نمتم أو جلوسا أو تمشون أو كيفكم، المهم توجدون في منى معظم الليل. ولو كان ما لكم خيمة تبي تلقون لكم مكان تجلسون فيه. أما النساء الثقيلات والنساء اللي ما يستطيعن المشي والمجيء معذورات، لكن النشاط الناس النشيطين يستطيعون يجون يلزمهم هذا. نعم.